اليوم سنخبركم قصة تبدو مثيرة للإعجاب. إنها فتاة تسمى المعجزة التي يكرم اسمها بفضل الحالة الطبية الغريبة التي ولدت بها، وشفاؤها مثير للإعجاب. الفتاة المعجزة هي واحدة من 3 أشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يولدون مع هذه الحالة، وهي حالة نادرة من وجود كل من ساقين ملتصقين معا كما لو كان ذيل حرية البحر. بعد أيام قليلة من الولادة كان على الأطباء أن يعملوا عملية جراحية لها على الفور، لأنهم إذا تركوا الساقين معا الفتاة يمكن أن تعاني من مشكلة صحية رهيبة بسبب النمو الغير منتظم لعظامها. وكانت العملية المعقدة التي يتعين القيام بها في أقرب وقت ممكن، لأن الاستفادة من هشاشة العظام والغضاريف من الضروري لعملية جراحية ليكون لها التأثير المطلوب. لحسن الحظ وذلك بفضل الله والعمل الممتاز للأطباء، كانت العملية ناجحة. تم فصل ساقيها دون أي مضاعفات، ومع ذلك فإن التدخلات التي تحتاجها الفتاة لا تنتهي عند هذا الحد. اضطر الأطباء لإعادة بناء جزء من الجهاز الهضمي والمسالك البولية والأعضاء التناسلية. بعد بعض العمليات الناجحة تحسنت نوعية حياة الفتاة بشكل كبير. لديها حياة طبيعية اليوم مليئة بالبهجة. الفتاة من أولئك الذين يذكروننا كم هو رائع للعيش. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم.